من المميزات برضو انه غير ان الناس وجهت شكر للكابتن اسامة عبد الكريم بعد الموقف ده، فانت من ثمار شغلك ان محمد صبحي بينضم للقوام الرئيسي في تصفيات كأس العالم لمواجهتي ليبيا، وده الحارس اللي صنعت منه افضل حارس في افريقيا على مستوى الشباب قبل الاولمبياد. ازاي شفت اختياره كحارس ضمن 4 حراس رقم كبير لمواجهتين برفقة الكبار بقى محمد الشناوي ومحمد بسام ومحمد أبو جبل؟ محمد صبحي جون كبير واتولد في الكرة المصرية عشان يبقى حاجة كبيرة، مش محمد صبحي لوحده. محمد صبحي كان رمز الجيل، لأن هو اللي كان ليه الفرصة إن هو اللي يلعب وهو اللي يقف على منصة التتويج كأفضل حارس مرمى في أفريقيا. إنما الجيل بأكمله معاه محمود جاد، معاه عمر رضوان، معاه عمر صلاح، معاه مصطفى شوبير، معاه عدد كبير جدا من الحراس، عشان مش عايز انسى حد اللي قدرنا نقدمه للكره المصريه، منهم محمد اشرف في سموحه، صبحي سليمان في الاتحاد السكندري، الغندور، اسماء كتيره جدا مش عايز انسى حد منهم. انما في جيل محترم موجود دلوقتي للكره المصريه. اذا كان محمد صبحي عنده الخطوه دي، واللي النهارده بيتصنف من الحراس اللي موجوده للمنتخب الاول، فده الشيء الطبيعي، ولسه انا بتوقع المزيد من وجود الحراس الشباب الصغيرين اللي يكونوا موجودين في الفترة القادمة. إنما الاختيارات اللي حصل عليها وتواجد الحراس مرمى المنتخب الأول كانت كلها اختيارات منطقية في الفترة الحالية ايوه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبيعي جدا ان محمد الشناوي ده المصنف رقم واحد اللي موجود في مصر دلوقتي، طبيعي جدا ان محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك عنده الخبرات الافريقيه والخبرات الدوليه اللي تسمح له انه يكون موجود، طبيعي جدا ان محمد بسام الحاصل على بطوله السوبر المصري مع نادي طلائع الجيش وكان من واول اهم بطوله اسباب ليه التتويج بيها. بالظبط كده، وكان من اهم اسباب التتويج، فطبيعي جدا انه يكون موجود. طبيعي جدا انه يكون موجود محمد صبحي كحارس مرمى ادى بشكل كويس جدا مع المنتخب الاولمبي، وادى بشكل كويس جدا في الموسم السابق مع نادي الاتحاد السكندري. بس مش كتير، 4 في ماتشين؟ لا مش كتير، لا لا مش كتير ليه؟ خالص، لان انت النهارده عندك كان عندك تجربه تمت وديه، وعندك لسه تجربتين، ما بتعرفش اللي جاي بيحصل ايه، لان انت في لحظه ممكن في اشتراك بين 2 لعيبه او لعيب وحارس تلاقي تفقد حارس من الحراس دول، ما تقدرش تقيمهم، فما صعب ان انت تبتدي تبعت تستدعي حارس وتجيب حارس من البيت وتبتدي تدخله في الاجواء. لا انا حافظ على القوام بالشكل ده، ده حاجه طبعا مميزه جدا يكون في موجود في التوقيت ده، وبالاخص ان في مباراتين ورا بعض، وكان زي ما قلنا في مباراه تجريبيه سابقه ان يكونوا هم دول اللي موجودين في الفتره الحاليه.